بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عاشر كان يواكي بقولي اللبات كمدة من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. باب فضل السلام والأمر بإفشائه. حبابي هاي كتاب السلام أخلاق دي آدابتي ضدك مسلمين تأه بين كسو جري. باب الرؤيا وما يتعلق بها بإنو الدنبي هدنا قاب كل سو سلام لها يحقوق السلام تأه يسيد اللوك المدني هاي أما يوك الأجر بدن تهاي أيوك بابي هاي سلامة مقصود كيدو. والنبي عينو عدي عليه الصلاة والسلام بعدما أيتها هاي حكم شرعية وإلهي رسول كيسي جديه هدنا وجديه دو وين المسلمين تسكوش على هذا سلامة يبريضة يسكور قبضه وحي كرديان محبة يواناقة يهيلب كواناق سينا مسلمين تقول أي إلاليان. باب فضل السلام سلانتا فضل جدي يقيمه هذه باب هاي والأمر فرض لا إسفري بإفشاء سلانتا إلا باهيو ومدى لو ذكرسيو عد والباء مسلم لا سلامي عد مضطبع. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا هجلنا بيوتا قريو غير بيوتكم قريها دقنيدا أنك أهي حتى هذا قرق عليه ذا ملك أهان لكن أحد كلا أكريسين يا هاي مجلي كرتيد إذا الآن يا سلام الآن لا تدخلوها قلنا بيوتا قريو إي أقلو غير بيوتكم كوى دقنيدا أنك أهين حتى تستأنسوا إلى إذا ويديستان وتسلموا على أهلها أهلك قريها دقنانا آد سلانتا الاستئناس هو قبل الدخول والسلام هو بعد الدخول أي اللي هذا استئناسك هنا لو معهم بيسلف كوبدينهن إن استئذان لقوضوا إلى إذن قادتان حتى تستأنسوا أي تستأذنوا الليلة هي إلا الاستئناس كو وضد ال ضد الوحشة وهي أما اتحاش كي وهي وحال لقوضا مركز الباب كسر لودا هاي أما أتصوص عطو شنقر لا دري من أتصو حم حم حين أتلاقي قفع إيوه عنوفة طفطي إيوه عقود كوير تشيد إيوه وكسو شنقري سيلو غادو ان ماشي اوداي وين تاغي هي marka isteenaasku wa waxyaabaha lagu dareemi karo waa baaqid baaq u baaq wa ina soo dhowdahay albaabka inta darq soo tira salaam aleekum kala boodiri in ماشي aad soo reemaysaa lagu ogaad labada macaan bay salafu u kala badan yihiin لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا أي تستأذنوا وتسلموا على أهل أهلك دقنا دتك دقنا الثلانتا أهلك حتى ريرك هذا وكم ذا وحق الثلانتا قرق هذا مكا تسوقلي سوى الثلان واد إذن قادا حتى حاس كذا إنا الثلانتو إذن قادتا للربا لأنه إنا إسان دمركا بديار أهين بلغي يابا أما أيسان أولا بسنت إقابة تشعلين أتكو أرقتو مركا إسكا سوقل واب قرق إيجا محان إذن ويديسان هدي إذن كوالاقا الربا إذن وقد يدخلاف سن دقن كي عربيد في الجاهلية أيوه حيسك آيان دلق سور روحو سعودو وارك سوكو دحتاقن الباب في عن مجرين دروف إي حركة أمبا سكتشري سوسع الروح وارسو دحستاقا هي شرعه تسوى ديدي وقال تعالى إلى يوحوك لو يريد فإذا دخلتم بيوتا قريها هذا قشا فسلموا على أنفسكم نفتينا سلامة دتكينا سلامة على أنفسكم تاسل لبا معنا لغو فسرايو أهل كينا اللي جدا روح مسلم كوا نفط هذه حتى أجنبها كا هذا نفط هذه وما دام اسكو ديك تينو اسكو دين تينو اسكو عقيدة تين نفط هذه وهي مسلمين تورن بلغا ودا فسلموا على أنفسكم بمعنى أي على المسلمين مسلمين تميش دقن سلامة قل لو حد ما وحلو جدا مركات قرية قشان أن عندنا بتشوقين بقى وعدلاء حتى سلامته ولا قربه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بعد الله قولي كل جاب الدقن وأقول هتلا قوحة مثلا وأشقك هو كريسا فلايد قونه هو كريسا وح كل شيء جاب مشيره أتكب حضو تصون قط السلام بس كسر جليس ملاك بات مخلوقات كلا شوقة السلام علينا وعلى عباد الله بعد الله رئيس السلام هي السلام علينا إلى رأس كب الله بي فصلموا على أنفسكم ساس اللوج هذا وذا ديد هذه وحور نسبة ديدة هي اسكم بل بابو سعوته اما النفط هذا هي النفط المسلمين تو اسكم حال كونها اي تي سلانتا تحيه سلان ومن عند الله حق الله كاتي امر ربي بقصعد قصعتاوي
أما ربي بي سلام تقتمت إلهي باتشيدي ربيين بايدن فري ما أها وحيدن كآت خيار أوليدي مباركة خير بدن طيبة وناكسن يعني إلهي باتشيدي قصة ومقال الدوناي نبي الله آدم عليه الصلاة والسلام مركي الله أبو ري وكي أدعي عيد أهاي وعرصو أهاي وكدبنا قلقلي إن قكتي أها مركي النفط لو أبو أفوفي ونفتي سوق قادي روحي شيء أهري اللي قلي وحال شيء إن رها يوحى أهري يسمع عرارك بي روح تقبل الوضع وماشي وان لقى نفسه وحلقة شيء ذوي لابد إن دوت يسمع عرارك يي نفط أهر قشي سادة يسمع عرارك يماشي سنقرارك نفط أهر قشي أيو النبي قوه هندسي دربنا روحي ودما قال روح نولبون نقضي الحمد لله بإلهي بأكو إلهامي الحمد لله الحمد لله مركو الحمد لله يدي يا ربي وحولي يرحمك الله هندسة الرزومة هذا والله هندستان ما ترى هذا الحمد لله روحي دلت شوقنا يرحمك الله إذن انت مركو يدي بالله مارك تملايك تاماشا فردها أرض أطاقو سلام وحي كوكو جوابان سوق بالله نبي آدم بعد دقائق ملائكة ميل فريد دورة حافظ الحج الحورة مقعيها هذا ولي مهلين لكن جماعة من الملائكة آيين ميكائيل جبرائيل من قدر أذوك هم قعدوا كما قلنا ملائكة إله بركيسا بيا هاي وقلتك السلام عليكم بكوير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بكوير هذا انت بسوق بطي ربي وحور محيك إلى أنساس يقول جوابين حفظي بالله وصلان تاذا إيو صلان تدرية دادا إلى قيام الساعة صلان تا أيضا وآدق آدم إيا عرور تاذا إيو حي سيدا لدانا إيا فرع هذا إلى أدونك اللي قرق إيو سيدا سيهو شكو سعونيس إيه حفظي بالله قبو مركة تحية من عند الله مباركة سيداوي نبي آدم وجنة الشوكة أون لقصوا صارين بإله الوجه دي لون الشيء إلى قيام الساعة إن أنه يسكو السلام إنه تيب هالكا سامرك الله تلمامي وقال تعالى ربي قال وحلو وإذا حييتم بتحية هذه السلام لإذن كو السلام فحيوا بأحسن منها سلامة لإذن كو السلام لإذن كو للقاب بلي ميت كوانا كسم مبدا وقو جواب أو ردوها أما أيدن كو علي السلام عليكم ورحمة الله بانكوري وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإن ذات يقدرته فحيوا بأحسن منها أنت أنك أريد أن يجو جسنا أو ردوها السلام عليكم بانك أريد وعليكم السلام بذكو استاقس أو ردوها أنت أذيتي أن اللي يريد وي هذا ما حقوق درونا وانكو كرديون رحمد إيه تبريك حقوق دري مباركة وعوي بأحسن منها وبأحسن منها جماعة من السلف وحيدة هذا فحيوا بأحسن منها مسلمين تخصيصا أو ردوها أنا قالوا يا خصيصا قالوا يوحى الله قدر ما هاي أنت يكو سلامين من بالله قو إكين ما حد كبر ذي النبض أدوك ما حد كبر ذي ودا في ميسي إسلام تلصي تحت دي ميسي ميشو كود جوكس هذا أمبادو جوكس وحي قال أو ردوها بيوتاك نام بيده وحي مسلم أنا هاي فحيوا بأحسن منها جماعة من السلف وقتاد كبير يا سيد هذا دم ما يوا خيار فرن مسلمين تحت هذا روحي كو سلامي إن سلامتي وكو سلامي متكبدا كو سلامتي ويو إن أنت يسون كو قابسات الله بضو بوا خيار أضلي هذا الدور كو فرن وقال تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين وإن صمر آيادها قصد آياد الذنب نبي الله مكو دبي ومكو سوغر وركي نبي الله إبراهيم مرتدي سكرامي سنين وركودي مكو سوغر ادخلوا عليه مركا يوصوا قالوا فقالوا اي هذين سلام ان نسلم عليك سلام او نكو سلام اي هذين قال ابراهيم حويري سلام عليكم سلام دشين ها اهاتو سلام تيسا كحوك بدن لانه من كردوغ ايو قدالك في العربية قدالك حوك بدن او علوس مركا سدا سيكو اي هذين اذن انبياء الرسول باسو سلامتي ملائكي ابن آدم با اسكو سلامي إلهي با إلهي قوشي دي جنة درية دي نبي آدم ورنم بين سلام أطاي هوشا هلا باهي وي مركة هلا باهي عن عبد الله بن عم نعاس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا نمبا ننكا إنو يهي هاني ابن يزيد هاني ابن يزيد أي ابن حبان أوشي حديث كان حديث لم يدنا ووريا أو تصي أسوي إنو سائل كي يهي
هاني بن يزيد ووالد شريح والد شريح فأنت أبو شريح صحابي النبي قديه جري محلق يا هذا محلقونا نيس أبو الحكم أبو الحكم هذو منه قن كرتيدي وحوي إلهي بحكم كإسكاله إن الله هو الحكم وإليه الحكم فأنت أبو شريح ولدك الأورنج ريبا سؤال إسكاله ولدنا وحيش كان أبو ذر ويسائلكو لكن رواية ذا الرأي عفوا أين هاني أم يزيد أويا هي أي حق بدن أن رجلا سأل رسول الله رسول الله ويدي محيي في سؤاله أي الإسلام خير أي أكثر ثوابا نبي الله إسلام لماذا مدو أجر بدن إسلام لماذا يعني أعماش وناكسن صالح هذا إلى لي ما دو تاء خير بدن تاء فضي بدن قال النبي حلو تطعم الطعام فراشين كأنا تقول زدت كباهن إردبن إن أدو حسيسه وتقرأ السلام إن الصلاه صلاه كو أخرده على من عرفت ومن لم تعرف على من عرفت ومن لم تعرف أحد كاد قرن يزي كاد قرن ينم بإن الصلاه أجر كإن شقيسة وقست وتضع إسكاقات سوق أحمر روح على كتب السلام كو سيدا طبعا أجر كقال صدا لواتن كو الرس وعبك يا مقالي يو يا هنيك ما قال ومحض السلام هذا ما ومسلم يعني تاسا أخير بدن محير هلقونك ينقروا يعلف كل وداقو مسلمين تلو قد يقو يوجه وناكسن يسلام الله قابل وحيكر نساء محبة يا أهل نمدا يا ألفة مسلمين نمر مرك سؤال لو يدي وحول أصحاب إسلام أو خير بدن نبو حكيم وي أحد والبو حد مدائن وكور قبل ما يشو كليته صدرت جوابها النبي بحنا يا حق خيرية ذا يا أفضلية ذا ويس كلا دوناتا بحسب الأحوال والأشخاص نقول ماشو كير ليتو أي النبي قطها بنا لو ماشي تكبكتي نينك حيقو صلاة ده كفي عن القرآن عرسه كفي عن وهل جنك كفي عن أو تذكر خيرك إلا فرحمها الله كره يبقى كفي عن حق النبي درين سيا إنه حيقو وحب عنده كفي عنين ورسلاني ماذا حقو خير بدن ما كاد الغفري إيه إن الله بحسه نقول ماشو كب كوي ضد كان الصلاه وصلاه انتم بدك جارسي وانت كارد من ادوك مركب مدي كرتيد اسلام ما ودن وحا اوغ وناغسن راشين لا بخيو ما دو لقودي بس ما اذا وا حالات خاصه خصيصا حلق ابارو كلام عن لين هاي وحا اوغ خير بدن بعد توحيد الله ما دو وح لوغ ديقو حلقة دقال لو جيرو مدو هالجميسي عدو اسكعب بنا سبحان لنا هاي نفط اللقورة فضل دير الله مرة بو حالة والبا ده كوي قانان حالة والبا ما انت ومالك هبل بالي هبل بالو بعدو اسكتشوك إذا صاصوي نبي الله قرمان وترنا صلاة وترك قاب كانوا تقول نمر علماء القرآن كي النبي سؤاله ويدي نو حرساء وتري وصيّل وانت كنت كذا وادري من نبع لو كعل بزاش ليس لك ولا لأصحابك نبع لك هذا ذو هؤلاء هذه ما شنت وقت يا الله كنت كو انت الله قرط هذا كجع برسا ذو وحن الله الله يا نما كان قرآن كحم بارسن اي اذا بيشان وقرآن كحق الزيا لكن ادق يعني ذاتكو سكو درجة ما سكو قابنا ما هذا الوايي اللي يدي هذون دلني يردهم باجرا هذا الوالك قبطون آبها قبنين باجرا دكوا وحبنا هذا الكون وكل قيمة بدنيا مركة تطعم الطعام وتقرأ السلام نينك كل في سنة كل تأريمها بلشدة يا لولا شيء ذا واحد بحن تيدي واحد تريد تيدي سلام تيدي حلو أريمها بلشدة نينك كل تو متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله آدم نبي له آدم مكر رب أبو ري سبحانه وتعالى قال وحول إلهي اذهب آدم وأرضوه فسلم على أولئك كوا أيجا موجدها صو صلاة فسلم نفر وأولئك عفوا أولئك من الملائكة نفر من الملائكة جلوس ورحن أم الرعب ملائكة فرد ميل نفر من الملائكة جلوس فاستمع دقيسا ليلي ما يحيونك وحيكو سلامها هاي وحيكو جوابان سبحان دقيسو لك أفر فإنها وحي كوكو جاوب دوناني تحيتك وصلانتا انت نوشاي وتحية ذريتك يا فرع هذا يا أبد كذا ورصد هذا صلانتا ديوي فقال النبي الله آدم وحي المركم ملائكته أتقي السلام عليكم فقالوا وحيدا هذين
السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله السلام عليك ورحمة الله بأقدره فزادوه وحي كرديين ورحمة الله متفق عليه أي كرديين رواية دي مركة حديثك وبخاري مسلم وحكم قم بدايه وترمذي ولي في جامعه لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله فحمد الله بإذنه فقال له ربه يرحمك الله ثم قال يا آدم اذهب إلى أولئك نفر من الملائكة جلوس قيبت هورو مركة يا كم قن رواية صحيحينك مركة إلهي آدم وأبوري أو روح ذي النفط اللي قليي واهن للصوضي الحمد لله بإلهي وافتي ربي قيبا يرحمك الله كجيري كدب علي أرض أتك ملائك تاس ماشا فرده وصلانه وحي كوكو جوابان قبو وصلان تادي أدي ذرية دادي ولي قيدبا إذن صلان تضع السلام إسان وصلانتي جميع الأمم وتحية جميع الأمم الإسلامية من أبينا آدم إلى أمة محمد مرنوا ويدو قوضا ويحاب سارتو والله المام والله إلو باه سيدي جهريد وقفك تي ولي عربي دواقد انتي إلو بين صلانتي إبراهيم إسماعيل إلو بين بعم صباحا إيو عم مساء يحييت وحاسي اللو ذجرين ما يقالنا روح انتي بس سلام جرين عليك سلام الله ويدي جرين عليك وحيور مرن هيان مسلم عليك سلامة شرعي كان وعلى الربا دعاء الله هرمريا موقف كان مقصود ام مسد دعاء مقصوده دعاء مقصوده صدرت يد وحلور مرن هيا سلام عليك عليك سلام الله بأي يقول ايش جري وحيور مرن هيا مدعو له بقى مدعو له هرمريا جرين جاهلية شرعه وي خلاته وحيد هذا وحاد يشان ايه هرمريا مركز سلانتا باللابي مبتدي قال لك هلاي جواب تدم كما هلاي المبتدي نيك سلانتا باللابي حور مرن هيا سلامتي دعادي بهور مرن هيا هل لي هاي السلام عليك السلام عليكم عرب روح انت محيدي جرين محيور مرن جرين السقا عليك سلام الله وكي النبي وكدي السحابي تحية الموتى انا اقول سلامي سلامتي اسلام يقول سلام النبي قرن دونه نبي آدم مركو سيدا صلانت الله باري باربيكي يي لبدا قعمود كلا الدورا الليلي ميد كتبو دورته والله فري وحالي وحاز نور هايور دن ووحي كافر عملها يوحي جنة وقدر ريد ملايين تاسور دن جنة يقليا تنا وحي حقا صومري ووحي من مدوباي أهل النار كاوي قيبتي دن كم ميدك يوحكو أركي أحد آذو إفهيه وجهه رحسن النور ليرادة ككعاي نبي الله آدم مركز الله وأضون كان عرطة إذا كان بيضا وكم ونبي الله داود بل ويلان ضونا ويو تعفير تاضى الضنب أو داود ليلة هذا وحوارك وحوق عمر قيس الليحدان السنو إله عمر قيس الليحدان بعد كدك تها هلو كردية انت سنو قرشينا الليل وحور أنا أفرتن أو قدري عمر قيس أفرتن لو قوي إلهي يحول أنت وذاك هذا ذوق قلاته والله قدرها يا لحدن كنبي الله ودم حلا قدره أفرتن أبيه ولا جسوا جيوا بقول سنو نبي آدم عمره سنة مقوها كن سنو إذن عمره سنة دم حلا قدر نبي آدم سقال بقول يو سقال بقول لحدن سنو نبي آدم سقال بقول لحدن سنو سوء حسابين وحسابين وحسابين هي ويقلوبين وأفرتن بحي مركز سقال بقول إيه لحن سنة رماتي يا ملك المود أي من نبي الله آدم ودو أدون الله صومر هاد جنال الله سقصو عصاري روك الغطر مي أسقي عروتو دالي كلية يوحي سيدا لأيهين دور بقوله كن سنة ويا هذا الله سعودة كن سنة ملك المود وصعودة إن حقا وصعودتها نفتنا أنك أقض وقت الوارد ماذا حور ملك مود واسود دك دكتي وديرين يسه افرتن باي هري نبي الله ادم وحال لي افرتن كسوادي ملك مود ربي بو شيك الله وضون كيسا سولي مع زمايا وحال لي ادم وسوادي ويل كادسي ما سينين بو ما سينين الله سبحانه وتعالى وحور ادم وادفري كدبنا
caruurtiina dafiraadee baa yaa raacday. Wuu hilmaamay, wuxuu baxshay, uma qasdin kas kamaa nabigu, wuu hilmaamay, wuu iloobay. Fa nasiya wa nasiya duriyatuhu, jaxada wa jaxada duriyatuhu. Aabahood baa shay laysku ogaa dafiray hilmaan dartii, wixii laysku ogaa buu hilmaamay ummaddiisii caruurta farciisana maxaa raacay oo galay hilmaan iyo dafiradii dhacdayn. Waakaad soo taagantihiin ciduday dhacdaynaysaan, halkaasi baashu ka timid. Kadib hawshu markay sidaa noqotay, wuu ogaaday nabigu hawshu ku caddaatay, nafti buu dhiibay. Qisadu qisasaa ku timid weeye, waa salaan hore oo janna ka soo bilaabatay, adduunkana ilaahay keenay, nabigu faafiyuu idin leh. وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله وحونا فرأي بسبع تضب حديثك وإن صوم الرأي بعيات المريض الروح أبوك إن لبوغضو الله زيارته الله سلام وقلبك الله رسي والله قور قبي وكوهشيني أدب وقفرحي ضدك وقد دواناني وحقوك قولي روح مسلمك واتباع الجنائز جنازة الله الراعو روح مسلمك مرك الله قادم ميت كسر لقد دبتك الله الراعو أما وحلق قادم أما الراعب وتشميت العاطس مثكين لصد اللو دعيه يرحمك الله اللي يرده إلهي كحمديه ونصر الضعيف مثك تاكت دران للدلميين الله ليه ونصر الضعيف إنك تاكت دران تبرت دران إزدفاعي كرنا يسقف في الليل لقرب إزتاقه وعون المظلوم كلا يقر دران يهي لكالمي نصر الضعيف يعون المظلوم ومن المبادئ الكلية شغلكم لها روحها مبدأ يسيد دين تيس عقيد يسوح عامسن شغلكم لها لابد قالوا هردمي هذا دركته ومن الظالمي هاي من المظلومي هاي وحقوبنا أما واجب هو هذا أود هي إن أضوه يلسو متك لغا قردران ياي وخلق إسلامي وقضية عقلية سمعية وي روحها لغا قردران ياي للظلم هاي أحد والباء الدنقاني وهدي أدو الضمير كذو النول ياي أد بن آدم تدو الضمير آدن هاي حيوانكو حتى واسدا حيوانكو مقدرتين وأسوه إليه مركو أركمتك كان ظلمة هي كالو سكو كتك هاي حيوان تقاركو نوع عاس مركم مظلومكو أما كافر هنقضو أما مسلم هنقضو وحوي إن الله إليا بنان وأخلاق ذا كل جاه وواجب ومبادئ الإسلامية عامة أن حل هي مبدأ هي الدين هي قيس هي قبل منا أنكو حدناي ذيك الأدونك والرقمرية وإفشاء السلام سلانت واللباهي وهذا بيت القسيد سلانت واللباهي عدو البلا سلام وإبرار المقسم أي الحالف نينك دارت إيه والله إن أزيد يلي والله ما أنت إن أزيد الراعي ما أنت إن أزيد إلسو قديني إن أزيد كان إلى قواني واحد أودنا وهي إن الله بحر مصمم يقول لارثي أن لقيت شبنين هيا إنا مري ما دارت دار الله أنبابا كن راعي لها إنا مري بعد ليت وإبراهيم المقسم وحقوك وقولي هاي إنا كنت نوتيو الرباء وترعوه مكهارين مركة ويال دارتها كهار لينين متفق عليه. هذا اللفظ إحدى رواية البخاري لفظ قادة أنه شاكني بروا بخاري رواية سميت كمدة الفاظ بضان رواية كلا بضان باتجر محلو شايتونا نبقو حونا فرائنا انفافنو سلامتا ون أمدو دان سلامنا عيد أن قرأي إنه مسلمي عيد أن قرأي النب حكم كسلانتا والله سكو خلافي وذا دو حقيقة من سلانتا باللو جيدا يره الدين تدبه واجب ومحاو الدليل له وحيد أن سلانتا جنة الله قصوا بالله النبي آدم لبري إما لا إيكو جوابتي إيه ربقين يلي وصلانتا هذه انت أدنوشها إيه سلانتي ورصدها هذا اللي يلي أولي جيد النبي الله آدم إلى ويلكس محمد أنت النبي أيضا لصوفر أمضو دي صنوة من قنقر تده وبالدين الأنبياء العام وي دين أنبياء قد وي النبي آدم إلى نبي محمد بقول لباتني أفركن أن النبي با إله سودر الله إلى هذا حديثك ضعف وكجري وهذا صحيحين بقول لباتني أفركن أن النبي يصدح بقول طبعا يشان رسول وهذا وحيد هذان كلمات القرآن كلمات جمل كيسة يترضى أنبياء الإسلام قرآن جمل كيسة كلمات كيسة وبغل الله تعالى أفر كنوا كلمات لإذا ذا جمل كيسة وهذا يد هذا
waa masale khilaafiye. Anbiyaduna waa 124,000 oo nabi. Minhum man qasasna calayka wa minhum man lam naqsus calayk. Inta la idin sheegay ee Qur'aanka la idinku sheegay 25 ma kama hadlay. Waxaan ka hadlaynaa wixii la sheegay iyo waxaan la sheeginba. Taas loo jeedaa. Idan waxay leeyihiin salaanta noocaas sida u culus ee aakhiray janna ka soo bilaabatay ifka adduunyada timid nabi walba la farayo rasuul walba loo soo dhiibayay rasuulnimo baash waa waajib bay dhahay rinditooda waa waajib bilowguna waa waajib waa rag iyo ragga sidaa qaba ibn cabdilbar soo ijmaac buu soo gureynay sunna tahay bilowga hore inaad adigu bilowdo inay sunna tahay muakkada ah yuu ijmaac soo guuriya ibn cabdilbar ijmaacaadkiisana فربا لقوق هذا هدان لقوق راعين ومتساهل في قضية حكاية الإجماع متساهل ولي رأي الجمهور مركا غارك إجماع كدقا سيدا إما جريا طبري أوكال هذا حكم كذو واجب وصنة لسكوها محلو بدأي على أقل تقدير إني سنة تهاي نبان كي يدي واجبنا وركوذ ورسهلا ما حديث بحاكو عط أمر عط أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإفشاء السلام صلاة اللباهي والأمر بالصفة وأمر بالموصوف بالليل هذا نبي وحونا فري صفة المانة صلاة أنت إلا باهيه باهنت واصفه شيء إلا باهين يينا و موصوف وصلاة إذن هذه الله إسفر باهنتي دي وحاكسي إلا بلاري أو لط إلا بدي وحاكسي كسي درن أو أمر ككمبضن صلاة أنت قرد كيدي لفتر كيدي نبي وحنا فري آذان كائنا لما نينو إقامتنا آن وترينو الأمر بالصفة أو شفع وترقة وأمر بالموصوف آذان كقل جيسال ليلة هذا نفس الشيء وإقاعدة الأمر بإفشاء السلام وأمر بصفة السلام أصل كذا كورا كبس يدرنوي أوامر بضم باقران سنة كتمت سنة كتمت إجماع أمرك هدو أصحانا هدي إن السنة هي وان يلينا نمنك خلافنا وحان لنا إجماع إسان أرق الدلو تدخوا كقرصون تاي وعن أبي هريرة رضي الله أدو أسيح وانا دوان سيدان رمني سيدان رمني ولبن أسيح وانا نوفي عن حيال أدي الأحاديث فربضان با ميش وكعاد لما قربا خساري من روابا اللي يدبل هو يدا دمطي هو يدا دمطي أيان كيبر وعونا هيا يدا معونا هيا عاو إلى بري أسبوعان هلي بانايستا وإن نو شايبا لأ أيان كيبا نوغ هيا أبو لما قروا خسارة ما تشوفوا هذا إنه شاينا ها هذا إنه شاينا وان شقي وان نوقي بوري وبيجي إرمانتا هذا يدي مطنا هذا يدي مطنا وان ويدي يسم بروان قا وها 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 قصل كي قبح يوكله عدي وردوا كسر ورد دل ويدي سؤال ما كم قال مركا دو إجماع أصحانا وحوي وأخير ينبا دو أزيح وينا وان نبض الله بضبا وحبا كفا يدينا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة دون إمام وعالم ومطلع إجماع سوغوريو إلا أقبل واجبة هذون إمام وعالم إجماع سوغوريو حق نؤوصا لهين أسل فاسد إلا أقبل واجبة هذه قاعدة ضبط الإجماع إجماع قعيس وإنه كفر سلطه هذون إمام وعالم ومطلع أو ثقاء هذا مسلمين توحيكو إجماعين علمود waxay ku ijmaaceen xaqanna uusan lahayn asal fasid ah asal fasid waxa laga wada qoliya waxay u qaataan yiraahdaan ijmaac waa jumhuurta meeshay marto ibn jarir at-tabari sadax wadaad ay khilaafaan ama laba meel maraan xulay warka waxa kama jeey shuduud ijmaac kurku inuu ku saxaya ma noo indhaha taaga idu ninka indhaha taagaa man yara qawl jumhuuri ijmaacan wa hujjatan ijmaacu soo guri la yuqbal laana lahu أصلا فاسدا أصل فاسد وليه إنه جرى الطبري ركب على نوع عاص إن عبد البر باسون كردو ومتساهلة في هذه القضية مركا إجماع هدو وريو سوت بيو عالم مطلع وثقاء وليس له أصل فاسد في حكاية الإجماع وجب قبول روايته وحكايته سيد الراوي عدل ضابطك هدو حديث وريو لو أقبلوا روايتي سادان لبك الإيمان نفس الشيء وي. لكن هذا محان مرن حقوق دارين أنا وكاني هذا الكلام عبد البر ووحي لقى الشيء
صدرت أبو عبد الله المقري في قواعده وعيلي وحذر الناصحون من العلماء من إجماعات ابن عبد البر وتخريجات الفقهاء واحتمالات اللخمي. وأنا أبو الحسن اللخمي ومالكي فقه ودي بوحده ويحتمل ورك مالك أئمة ورك ودم باحتمالات كفري وأكخر بفقهي نين فقيه أسولي حديث كوريئي ألاب تكون تخريج جاولا إسكي لالي حديث ما يقانيه وروش أو شادي ما ينكو خريبي برقى وحوري وذات كاز وحذر الناصحون من إجماعات ابن عبد البر درين كاس هجرة في قواعد أبو عبد الله المقري وانين مالكية وابن قيم شيخ وشخوها وماشو كقدم بالقاطي أبو إسحاق الشاطبي. أبو إسحاق الشاطبي وحاق قاري تراث ابن تيمية قاري حقيقة قاري من طريق ابن القيم أو سيمري أبو عبد الله المقري أو شيخ أبو إسحاق الشاطبي صادرت كتاب سال الاعتصام فصول لم باكل جرتو وكسوقاتي كتاب ابن تيمية اللي يعرف بيان الدليل على بطانة التحليل أسوى أندلس جوغي غرناطة أيا نور كي برهان ابن تيمية كشد الدمشقية مصر كشد أي بالك كدعي أذن نيروبي كوسون وكقيلة هيا يا نور كي برهان تم يلبدن كشد أيسا هذه إلهي كبركي وركسوس ما أدنا وحالها يا وحيا وحلالية شغل الإسلام من تياده الله نهي سلا أدون كرب قبص الله لكن هذا يدك وحاء واحد كفى إنسان متشر لا تقول تاريس. وعن ورث رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة جنة قل ميسان حتى تؤمنوا إلى الإيمان رب الله تمادان إيمان ربه هنا وامحي جنة مقل ميسان حتى تؤمنوا إيمانك أصل كهذا اللوجه ما يصح به الإسلام الإسلام الحقيقي باللوجه ذا والنفاقيه بلا ينشق الكلاه تاسمرك هو أصل الإيمان جنة قلي ميسان حتى تؤمنوا إيمان ربا وإن قل ولا تؤمنوا إيمان كامل وكذب وكل دوين إيمان كامل هلي ميسان حتى تحابوا إلى تشعلاتان تادي كوبات باللقوية للتخفيف حتى تتحابوا بيهي لابد ما كل دوين منه هو إيمانك اللي قبض بادي النار إن لغو واره مدنوا إيمانك كامل كها اللي قبض بادي النار إن لقلوه وكل دوين لبدا إيمان متك كامل كها محوك هنا إيمانك كامل كها رمي سكتران وحوك هنا نار إن أظن أكبر سكر كتيدا إيمانك ناقص كها إن كامل كهين لكن الصحيح سكنا ده محوك هنا نار بقى قشي ده طيب دعذي لكن كما وارسيت سازيك ليين أولا أدلكم ما ندن تصو على شيء إذا وح يعني عمل يا خير باللوجي إذا فعلتموها ضاد قبطان وصميسان تحاببت شعران إيسان نبي الله ونوشك بين صحابته أفشوا السلام بينكم هذه بيت القصيد مقصود كسرات تمام معي إلا إسكور قبل ليس تويدو ليس حريريو حرير وحكب اللوضة سلام تكب اللوضة هدي الله يسوع يسوع الله يسفهما هدي الله وضح لنا والكسور دعاء اسم البال لي مادا سلامت وناقسن نبا كلي وحقوقك علاني صادو سلامت بريدة كلي ولا عرت ويكور قباني نبا يا هذا كور جيس كي يقلن شري هذا كشكيرية وركبان أقاذي نوايلة سلامت أبدي ولي جاي وحوم التاجي وحنا مسين سقاب يقع حول الروح وذاتك واجد ذنبي ويش بدلي حرت هذا سقى يقع شعر نفس الشيء والأقي وذاتو إمامك وكور قبة عبد النور بيدي روح بيدي شيء ما هي آدم واسدة آدم هو واسدة تبقى وناكسن يصور دويني النحريس يتنقش وقارك سداوي وحلو قبوا لن ولقى إن قصوا قولي حرت إليه ولي دمش هو قرصون تهاي أمم بكا حشون هيا تذكر والله بقعد قدر نمية لا بقعد قدر أبد ما بيقول سيد إذن شيء قوي هذا تصف عن سوس سلانتان ووجه سكوف رطان واستعلان إنسان أنت هو أنت اللي دوني ولا الله ضي استعلان المسلمين تانا وناك بعد عاي هذا يصنعانا وبربروي
إنهاس وهؤلاء يقوي وحبا عليسا واركنا. رواه مسلم. وعن أبي يوسف عبد الله بن السلام مش عبد النور حق عطنا يوضيق يونس الشيقين أي ولا يزدوج لها يا بريان. وعن أبي يوسف عبد الله بن السلام رضي الله تعالى عنه قال وحول السحاب قاس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي ولان مقلي يا أيها الناس ضدوا أفشوا السلام سلانت فافية سلانت إزجارسية وأطعموا الطعام راشين كان ضدك قوضي وضدك باهاني مساكين تاوحترى وصلوا الأرحام صلوا على الأرحام قرابضنا حريرية حقالدا حريرية حددي حقالي كليين ضدكو صومالي صومالي واسحاني هاي ربنا وحول فجعله نصبا وصهرا إلهي نواكل الدوي نصب كواحي قالوا حددنا ها وسهر قوي وحي قور اي علاقة حددنا ما كوي مادة حدد بالليل هذا وحي دلاشي النصب كوي مادة محال الليل هذا حقال الليل هذا حكتو اي حقال الليل هذا القاصر الله مرة حدد كنا وضدك حدد كلا قور سدا هذا دون هذا كلا فقاديري لا بد والله وتنبي ولي أهل إلالي كدر دارمي إلى صحابي وحلقة يا بام مال إلى مصر وقبط يقراريط لغش إن أفرطان مصر ما كانت تكتان أفرطان تذكر يوم مصر نبي حرا هذا الله الله قلنا حريستو هلا إلاليو حجالا نهي قرابة نهي والنبي الله حجين قرابة كنا هاي نبي حوري نبي إسماعيل هو يدي إيه هاجر أي كسوشيد النبي يقول إسماعيل محوه وطقا أفرتن أووب وطقا أفرتن أووب وطقا صومالي أفرتن أو كاثر ستمجرت بركة وقال هذا شيشي وي محانا دميرها نوصلين لما وضع فوفان تماها نوصلين عوم حرمان هبل مح وحواشيكو ووركيني كل سنة قرابة قوز نماذا إيا قطوع نماذا ينحرز درده كل سنة رحم بيليهين إلى عليا فإن لهم ذمة ورحمة وصومر حديثنا حسطان بمويل عن صومر مؤرخين تقاركوذ ويكبو ديان سودن أو أفرت أو نمان با دوري أفرتن قرسية قوليها دريت أمه ويوريست كود أوفق سودن يا أفر سودن يشان أو بيسكوي مادان أما إيش أو قطن بيزاد صومالي وحديد دوا صبي صومالي صبي صومالي وحكو تكتار كيدي ينكو بدا صدن يدور صدن انت دنك داروتك نينك ان انت صدن يلحب اوغو تكا دارو وانينك فوغاده هاد صدن يسديد صدن يلح افرتن وانين وحكا خلدن يه ويفانتين بيلتايو غالبا نوشيدا ماشي ان افرتنا ما صدر يسدي دار او غتغين نبا ولا او غتغ 16 ما شيء 17 تا عليس وما هيس وحا يدين شيغا يا باشا رحمنمدو ما اها اي خيالنمدو هي بالك او كيالان شيطان كيد وقاد قبطا نقم حي واش شيء يقول لك لوي ما حاش شيء قطع نمدي انه هي خير دريدني او شا اسك الى لي رحم كان نبي خريري يبوري وصلوا تكذا والناس نيام ضدكو هردنا تكذا شغي زمي سوزاما إذنك ما قد أقولتك تان ما يشو أقول دنبيس مسعيلو بان ويديا يا ما قرنس بي هذا آهي واسود دنبينا وصلوا تكذا والناس نيام ضدكو تشيفا أو هردنا تكذا إلهي حسوس وحلق غفلة رب الله المانسين يا هاي رب إلو حسوس تآد بيقيمة بطنطاي حلقة دريمة يزدوكم إني الديوذة دكم مشغولين أما يهرد الله تقتي أضونك الرب حصوصتي إلهي حصى إلهي يدرك لوقت عليا وأنك صوم مرة صدح لإلهي سبحانه وتعالى أو النار تابسينين بيك مدين دلك إلهي حصوصتي حلقة قبل تدخل الجنة جنة قليسان بسلام كو قليسان هداد سلام تفافسان أو مساكين تحسيسان أو قرابة حريرسان أو تكتان أمدو تشيفتا جنة قليسان إنكم نبط قبا إذن كبت قبل يعني هؤلاء هو فضائش وفضائل وحلي ما دو كيرا نيكو أصوش حقيقي ويلسلكو قتل ما مركا نينك سلاده واجب كهيد يا خيرات كلام يلسو صار أزكادي بحيي وحقود وويند ملس كدقي يا فضيقان يا خير كان قدر صدوي ساسو النبي يقول يا تدخل الجنة بالسلام
جنده وحكوك لسان بدقبت يفيوبي نكون نار إذا طابن راه الترمذي قال حديث حسن وقال حديث صحيح محل سعيد كوا محي أفشوا السلام هذا لغب الله بوي سلام تفافية. وعن الطفيل بن أبي بن كعب رحمه الله تعالى الطفيل وتابعي وصحابي معه طفيل أبيه بتابعه أبي بن كعب يا صحابي عفوا أسأل الطفيل وتابعي أنه كان يأتي عبد الله بن عمر بوتك الجري ويلك طفيل تابعي شيخ عبد الله بن عمر ببوقن جري ويغدو معه وحكولك اللي جري وكل ترماجه إلى السوق سوق وكل ترماجه سوق الرعاية قال وحولي وذلك الطفيلة فإذا غدونا إلى السوق سوق سيدة مركان كوكا لهانو لم يمر عبد الله عبد الله موسى مرجرين على سقاط هدي إيبي سقاط كوا ألابت علز كي اللي ذا تروح إيبي هدي ذا إيو بقاش كي إيو سكن هانك تذك إيبي ما هذا هذا سو هدي لون ما فحكي بات قرانيسا هدي لوي سقاط يا سوق مرخو تقوكوه هدي إيبي حتى كمال لحانا وكل حانا يو السلامة هي على سقاط إنك هدي إيبي مصمره ولا صاحب بيعة يبيعة بوال آخرية صاحب بيعة قرنا يعني بدي عوان أكسن بالو جيدا سقاط كي كزور جيدا نين هدي إيبين هيا ممره ولا صاحب بيعة بدي عوان أكسن إيبين يا ممره بيعة هو مرضي أو من البيع أما وحالدي أو من البيع بيع هذا ترى وحالدي بيع هذا ترى ومرضي هل كي مروي وحلو جدا بدي عوان أكسن وقالية سقاط كي كسور جدا نين بدي عهن أما هيجس أما دوغ إيبين يهودي إيو مد بدي عا قالية أو كواليتي في عن إيبين منك ما تغينو ولا مسكين مسكين ممر ميت مسكين وسكد ورسني ولا احد ادم ممر كلي الا سلم عليه كلا قادم هيوي انك بقاش في ايبنيا انك برت طمية انك هلب في ايبنيا ميتك هدي ايبنيا ميتك دكان كلا افلاها كسي جيدا انك بدا على في عن هي كل روح كسو سوقه وكواركو سلام بو سلام بو كسي دينيا قال وحيد الطفيل فجئت عبد الله بن عمر يوما ما لم بنصو سلام الشيخ يقول هذا نوع امد غريغ او امد فاستتبعني الى السوق مركز ويد كان سوق الرع واولي زي فاستتبعني وحيد عطت ان ان رع طلبني طلب مني الاتباع ان ان راعو اي دل بداي الى السوق سوق الرع فقلت له وحانكوري ما تصنع بالسوق سوق ما حد كررت سوق ما حقا قال وحو كسو ابزن ما يزيد وحب بايع ما يزيد عيد كلا بريدين ميزد سلام ما تدخل على حقادي كدي ما تدخل صبيعي وأنت لا تقف على البيع سوق محات كتشرين برو كدوني وأنت لا تقف على البيع أظن بيع بو استاجن أجوك سنين وحبي أقول قرن ميزدي وشيء محيح حتى ليه ميزد ولا تسأل عن السلع بدي عاد رح يقوي قيمة ما أنتم يقوم مريا علبتم ما أنتم ما سعر بر باكرة حقوق مسودة كشيء هبل أها حتى ما ويدينش صف مبط كمر زلان ولا تصوم بها من غرغريست ما سؤاشد ما غرغريست ولا تجلس مفرست في مفرست في مجالس السوق سوق الميل هلا فريسه لو كبدوده لو من قعل لو شكيسن فريسن ميسيد بدع غرغرن ميسيد شيء قيمه ويدين ميسيد بيع وحب ايبسن ميسيد وحنا غدن ميسيد ما حد كدوني واقول وحان اورنجنا مركه قاركود اجلس بنا ها هنا نتحدث وحان لي هاي بوري يعني مركان صالح هاي هذا طفيل مركان ابن عمر شبهات كاي وهولها كفر هاي وحان كرب بوري ان اوغرو جوغا ان كسو بودون شيخ زن عدن ان كتبيو انو ان كفايديست ان كان تنبع عليه سو هيس وسوق اسكو سي دين كد منو اسوق وخا كبايع ما كسو نقني اقول وحان لي اجلس ها هنا اجلس بنا نفريز ها هنا هلكنا جوقتو نتحدث انو شكيسن فقال حليا ابا بطن ورعل البور عل البور بطن عمر و عبد الله وكرد يا اردغيس يا ابا بطن نينك حبت كيسي علوشيس سو كلا ديرين بابا بطن قال لي هذا هذا حبت كادي علوش سمي علوش ما جرو هذا لكن تنسو يعد ابا بطن باطا وكان الطفيل طفيل وحو اها ذا بطن حوغو عول كو سنبولها مركز وملاطفة عيما روح ابن آدم كما في عن تين رياء سو اسكا قدو القادن كفتن هو أركا حوالي وصليبه أركا النباجرة
waa koolkoolin gacalcun baa la yidhaahdaa. Ninba haddaad cawlbur ku turaadan iska qosli, midna dagaal baba ku xigaaba, kolba intaad ruuxa isku kalsoon tihiin bay ku xidhan tahay iyo meeshuu kuu joogay meeqaanka. aabbaha la cadaab, aabbaha la jinnee aa jirtay dheen soomaa qolyaha reer macan la yidhaahdaa, warge hadduu ku yidhaahdo nin reer macan la ooma jeeda habaar, habaar kama ah, waa eray koolkoolina af ku bartay wey. Marna go'an ahayn baa lagu dhihi, go'an ahaydu waa ducu, go'aan laftirkooda habaar bay u muuqataa laakiin lagama wado. Marka waxaa weeye kolba ruuxa allaha laysi meeqaanku kuu joogo kalsoonaad ku qabtaan meeshuu kuu taagan yahay hadal ku qiimaysan yahay. saa darteed alfaadu bixaddi daata waxuma tusto, ruuxa ku hadlaya ujeedadu kaliya ayay wax ku tustaa. waa daalatun bilqasdi laa bilwadci, daalatun bilqasdi laa bilwadci. وكان الطفيل هذا بطن ننحو على الكوسن بوعا عوري انما نغدو صبح بوعا بطن انما نغدو وحن اوكل الله نادان عبد الله اي من اجل السلام سلام ان انفاف مع كفي عن الدنيا اي علبه شيء اذا ور خير بان قوه اين جيت نسلم على من لقيناه روح والبون لكولنا نسلامينا نسلم على من لقي نو والبون لكولنا او نغه هور يماد اما ميل ان كمرن نسلامينا اجل بنو شقيسن رواه مالك في الموطا رواه مالك في الموطا بسناد صحيح وين صوم الراد وتقرنسا اذا سداس صحابه او غدق مجري او نبي امر كيسي صلاه باهيه فافيه او كلها ايابا ماشي حافظ جو دك وير هي لكن مرق سوق تكتو او انت دلك كبلو الى اصل شنتري ود اما الى شوكر لا سوتو دور بقول او كون بروح بالسلاميس مد كا قاضي مد كفيري كل ايابا ودادك سلام بو قفيفه كو يراد وليس ملا هذا لكن اجل بسقيسنيس salaanta ugu yar 10 ajirba lagaaga qoraya. haddaad buuxiso assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aan 30 ajirba lagu qoraya. boqol ruux haddaad salaanto meeqa xasanaad wadataa? 300. haddaad 300 ruux salaantana 900. haddaad 1000 ruux salaantana 3000 ajir. haddaba waxa la heli karaa 1000 haddaad maalin meel lagu qoro maxaa kaa maqan adigu? wax kaaga bixi jiray koob shaah kaaga bixin assalaamu calaykum waraxmatullah waduna daldal adugu kii kaa qaada khayr kii kaa qaada malaa'ig baa kaa qaadaysa nabiga inoo sheegay dadka khayr badan baa kaa qaaday oo u rababa hawsha iyada baabu kayfiyati salaami wuxuu baab yahay qaabkee la isku salaamaya inta yaan wax kaga daray baabkaani yustaxabu waxaa la sunnayaa buu ibnuhu ku yidhi an yaquula inuu yidhaahdo almubtadi'u bisalaam ninka salaanta bilaabaya inuu yidhaahdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ilaahay magaciisa salaam ahaa in magac ilaahay laga wado iyo in mina salaamati laga wado labada raayiba waa la isku hayaa magacii ilaahay ahaa ee ismu salaam ahaa dushada ah oo bimacna ilaahay aku xifdiyo wey ilaahay aku xifdiyo allahum macak oo kale wey ismu salaam dushiina ha aad waa maxay ilaahaydan dhowro ilaahayda ilaaliyo allah idinla jiro wey يا ورحمة الله أن حريص إلى دشنا آتي وبركات وخيرات كربي فيأتي وحول إيمانيا بضمير الجمع ضمير يعني إري كتوسها يا وضرب الله إيمانيا إري وضريت بعد لا يقول إيمانيا وإن كان المسلم عليه واحدا ما هنقض تذكر السلام يا هل روح بالله كان دقي إري كتوسها يا وضريت بالله إيمانيا واحد لما ربه نيجي كليجي السلام عليكم بعد هذا كليجي ما ملاك بلا جوبته جن مسلم يا كاغدا وان كرا مخلوقات كلا جوغا سلامت بلاري ادو ويقول المجيب انك لا سلام اي جواب يينا و هو كجوابيا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته فياتي و هو لا من اسغنا بواو العطف و ودي وحس كل دي جرت اي جمله هوريه تدم اسكو قبن جرت في قوله ابو كل ايمان يا وعليكم عليكم بس دي ماي و ابو كور بننيا لان عرفك مخو كينا عرفك جمله هورنا و سوغا يقرر الجمله الاولى ويزيد عليها تيهرنا وصوحا بارا تضمبنا وكردنيا وسجود إيه كردن بسكوة العظف طيب انت تلين اللي قيلي وإنك وقود داري بعض الله دمك هذا طب عليكم السلام على الله سيدا صح أو وصلانت لما يسكت الردوي صلانت مركة مسلمين تو سيدا الراجحة مرد عفت بركاتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرد عفته سيد ابن عباس وديدي تين لا دافيو
xur halka lama dhaafi quraankuna ma dhaafi idinkuna ma dhaafin kartaa waa horo umaka un 10 sano 20 sano ka hor ayadoo aan shaqalbaan ku taqliidinay waxaan moodi jiray marka riwaayadka waraxmatullaahi wa barakaatuhu wa maghfiratu wa ridwaanuhu inay sugan yihiin sheekhuna wuu isugu jiray isagu oo ku dagaalaba laakiin bacda baxthin علم التقليد ما أقبله جمود ما أقبله على 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 الشيء مع هذا الشيء أدلة يود دلائل تي وركدير علم نواكر داي والله كبعة وها عدات إلا رواية الشيء هي مغفرة رضا الوضع إشادة تاي وإشادة منكرة شيخنا وكنت سهولي مركز سلام تهدا فينا حكوا إكتاكرية وبركاته ومغفرته ورضوانه لم يصح سيد الراجحة marka shaqal bana hooshisa waa ijtihaad soo la yimid inta aanu ka helin wax dhaaman aanu ku raacnay waaga dambe inuu ku khaldamay baa inuu aragnay maqayn baa ka hadlay rag badan oo culuus salaf ka hadlay idan waa khata khata hadii baa qiba u horreeyo shaadu bararuji shucabkiisa oo shuduud ka sheegay maqayn wuxuu ku fayay zaadka idan waa siday sheege nasaina uu tilmaamay si indhar doqoma garataab uu tilmaamay qadiyada ayada ibn abbas oo shadiidan noo baa helay waaga dambe marka sidaa ku daayay saadarta nawi sidoo ku gaabsaday baa saxa wa barakaatuhu lama dhaafiyo aan imran ibn husayn al-khuzai radiyallahu ta'ala anhuma qaal jaa rajul ila an-nabi nimba nabiga u yimid fa qaala wa xujiri assalamu alaykum nabigu sidaa u salaamay faradda alayhi nabiga salaanti ka qaaday thumma jalasa ninka wa fariista fa qaala an-nabi xura ashrun toban baad heshay toban ajir qoro thumma jaa aakharun illa baad baa yimid mid kale fa qaala xura assalaamu alaykum wa rahmatullah نبي قاب كاسو سلامي فرد على النبي قال جواب صلاتي كقاضي فجلس وانا فريستي فقال صبر وحور 20 لباتن اجري قد لباتن اجر لباتن ثواب الا عليكم ورحمه الله بسكو دراي ثم جاء اخر من صدحات بايمن فقال حمق النبي سلامي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فرد على النبي قال صلاتي كقاضي فجلس وانا فريستي فقال صبر وحور 30 صدا اجري قد رواه داود والترمذي وقال حديث حسن صدن وي ورحمة الله وبركاته وضد ما يسترت معي عليس وقوائزة صدر أجر وغنيمة قبو عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال لي رسول الله رسول الله يقول هذا جبريل جبريل واك كروا جبريل يقرأ عليك السلام وكو سلام يا سلام بكو آخرنها يا بعاني وترجمة حرفية معنا لوتشو وكو سلام يا وي جبريل واك وكو سلام يا عائشة يا أم المؤمنين قال وحيت له إذا قلت محاني لي وفي رسفق إذا وعليه السلام ورحمة الله وبركاته وأسيد الله سلام هذه وعليه السلام ورحمة الله وبركاته متفق عليه رواية البخاري مسلم ترى ما لا نرى يا رسول الله حيت النبي قال له وحنا أركي نبغى أركته نبي قوى أركى جبريل نبي قوى استوسى يا جبريل عاشنا واسكى قريب oo muayada toos u salaamo waxaa lay waa gubanimada malaa'igta weeye haweenaydu haday nin leedahay ninkeedu inuu joogo malaa'igtu salaanta ragay mariyaan soo sawadaad ku ma sayrin anaaba jooge maxaa bilcaanta lay ugu dhaafay awli reer macalin yaa bilaaban kara waa xurmo nabiga la xurmeeyay caayishana la qadariyay nabigu buu jannada galay ee uu riyooday sarti loo dhisay sayidina Cumar markuu naba arkay inuu dacin uu galo gabal quruxsan ay hortaagnay waa ka xishooday waa ka leexday wuxuu waxan ka baqay Cumarow masayirkaadi waan aqaanay inaaskaadi inaad nabi Allow gabadhayda maxaa ku tusa ay ruuxa markaad ogtahay waa inaad qadariso ku xurmayso Khadija oo nabigu ku soo socoto wakii Ibjiru ku yiri Khadija kugu soo socota caaniya biyo kugu wada igu salaan rabbigeed bishaariisan waa u dhiibay ayada tusa looma hadlin waa xas wadaadkeedii baa taagan looma gacan dhaafo gacan toglaynta joojiyay Soomaaliye laakiin Maryam markii Nabi Ilaahay Ciise lagu abuurayo malagu toos boola xiiray laan xas ma ahayn am malaa'ikatu waa macsuumiin xuma loogama filahay sida ambiyadu kale laakiin anshax iyo adaab baa kala jirta islaan madax bannaan iyo wadaad xaas way kala duwan yihiin qaabka loo xiriiray ma tamisa ma مريم توصبا لو لحريري فتمثل لها بشرا
سوية عندها كلا قادة. لكن عائشة خديجة لو مدع معالجة نبع الله نقول صلاة صلاة ربك إيه طيدس كقدر جنة وقب بشارة حساب مئة فانتي وي وحيد نبع الله ترى ما لا نرى يا رسول نبع الله حد عرقتا وحنا نركين دواء ملائكة وأوذان ملائكة أنت نمت بإستوصاي من نواسك قرنيان يعني. أود إلهي باسي عائشة والله ما نبي أوسو تشوكتي هبين هبين نحكمل وقلقرنا يسنى محمد وقولك الصوق قال عائشة نبي الله تشيفان يجب لي يمد أمر ربك يقيمد حال النبي قال الله هذا هكعو حواليه بقيع حتى صحابة الشهادة دي أحد إيا إيا مسلمين تدام مال عاوها أسوى الدعية كد منها صور الله جبريل وايمد بناك كرة البابك يستاق البابك حران نبي قال السلامي السلام عليك يا رسول الله سلامة النبي قوام مغلي وجوابي سهو سعى شأن توسنين وحولينا تصبح لان ربا أمر كاسا جرى صبح نبي ترتيب عايش شو من قبل ما يلا كشكيس من قبل إنبا ست ترتيب والنبي أنتو كفا وقشت ونركي سوء قاتي يو ألبابك ترتيب عايش علي عايش وحيد لها هو ينقس بقوله من هيا نمي ملو عضي معلي ملو كم ذو عايش انت حجابك سكوب بطي أي النبي كذب التكت ممكن نبي بنانك وبح جبريل كل ما جبريل ومحاط قرو سوقي ودود بنانك وقهدش حول عائشة سيحتي وقول شيء تقدر يا رئيسة مركا إيه ما بنا إن قرو إنه عصو سوقلو بنانك أنك على الله يا وأنا تنين اللي كان هيا تلفون كان تورن ليا ملاك أولي هذا أولك قالوا هي بقول روح فردي كل جال واحد يا كل جال وروح كلام مقلة يوسن شيرين طيب مركتي او كلو وحيت النبي الله وحد اركته وحنا اركين جبيل ونبي واركه وام قضاء عائشه ما اركت اسكو اندنا واتاغه ينه اوه هاد وحوري انه وهكذا وقع في بعض الروايات الصحيحين سدا صار دعدي او كتاله روايه البخاري ومسلم قيبه كميده وبركات ان لو قدره وعائشه تري وعليه السلام ورحمه الله وبركاته اجري وفي بعضها وحكو يمد بحث ان لقوا بركات كان لقوا وزياده ثقه مقبوله نك في قضاء حديثك وحو قدر أما السند أما مطن إلا أقبلا يويب كله لا يلو يعني ليس على إطلاق يا سيد الراجحة زيادة الحافظ الثقة ومقبولة من حيث الأصل باللوجه من حيث الجملة أما تفاصيلها محدثون توحي النقد الجون إليه إن حافظ مالي وكلا يزيد لي بالطورة هي لمخالفته لمن هو أكثر عددا أو أحفظ منه يقرأ إنك أقبلتانك زياداتك سندك يكون اللفظك المطنك أبا قرأ أنت كل ما شاءت عليه مقامك أخذ عضاي قاعدة كلية لك مقالا كرو لكن معايث الأصل وحاوي ننك عدلك ثقة ضابطك وحوشي إن لقاتا أصلا لكن أصلك وحلو قبح كرا للدلائل بلغو خلاف كرا وعن أنس رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وحصوبون إذا تكلم نمك الله بكلمة واركوها الله أيوه أعاده وحكوا على العلم جري ثلاثا صدع شير حتى تفهم عنه إلى اللي قد فهمه وارك وضط كيني فهمين نبيك هذا الكواك اللي ديك ديك جري وانا عيلين جري وارك جري وانا نقي جري سي لو فهمه اللي أجدد وامحي هذا الكواك أذيقي وفرين قادي مهم دون وين فرين تلا فهمه ولا إذا أفقرته عيدا صمالي دوني أركا إسكو قرأتا هذا منا أفكو إسكو قرأتا وإس فهمه أولا هذا الورط مركو أفجرين وحيدة شنفر وضوا اسم فهم وايو والله سمي داري ما على سكون دين إن ده الله عطين فراه للرقي حلت الله سكون فما الله صباحين مركو النبي قو اتشيدة وحاوي إلا فما درت يتبوي على الانجر هذا الكسد حجر وإذا أتى على قوم هدو قل يا نبي قو صوم مرنا فسلم عليهم أو سلامه سلم عليهم ثلاثة صد حجر بكو على الانجر رواه البخاري ولو هذا هوشا صدح جنبه انه سلام هينا محمول وحلو حنبارو الغف السيري على ما اذا كان الجمع كثيرا هدي بلشد بلانتاي فد لبو عمر النبي سوغلو مقرفون كما الله هي دعشا مركو كسوغل السلام عليكم دحل مركو مريو السلام عليكم ماشي اسعد قيفت الدم السلام عليكم سدا سي هاي اما مركي اللي فهم وسلامته ولا مقلي ويو النبي كعلن جري سيدي مركو قرقي سعد بن عباده اوتغي نبي سعد بضعينه وبغض يقول يسيبوا التقي مالي مال ما كمدا الباب كو سوي استاق السلام عليكم والله مقلي واي وحير بو سوي وكو عليي وحير بو سوي وكو عليي
صدح قرم كنا بيقول دم يجي أو لقفر والباب كم يسك نقضي ويل بقدر ودر النبي الله وحارم لنا ساعات إنه دعاء النواب إنسان رم وأكون مغلين صورنق قريب فريس النبي ومرت صورة وراشي ومع ذلك قاد وبركور وحال لي ما النبي والدعاء هاي تقول العلي إلا هذا دب كل هذا الله هم رب النصرام الله مركم والله من نقل سنين لما نقل الدعاء كل 20 ليلة واو شاسي واو شو عوي فهم فهم بيوبا أنت فهم بيوبا أنت الله حال النبي قاعد يبين الله النبي أنتوا هلا يوم حال دب هي دعاء مش كسعت النبي قد دينك بقول رقم هذا ميل تكتان ولا يدين كفروا واي هي وإذا قيل لكم ارجعوا فإن قيل لكم ارجعوا فرجعوا وياد مركع ولا يسمع له لكن صحابك ساسو كربي صحابي معبد النبي صحابه النبي قادوا شعلابه فذكرنا يسوع واسو قيمة بطن كستوا قدم عمر سكوا دعاء ولا يسمع له إذن محل وقف السري النبي قال هذو قوم سلام صدح جرب وكل جري سلام ثم محل وقف السرتين ومركع دتك بدن يعني وعلى وقف السري أدلة دورة كو صحابي النبي محمد علمي جسد حشي او دتك مركي السلام هيا صدح جير كعلي لما ارك هدي النبي قول دقن او هي سلام كستا انو صدح قور نقنا او عليو ركاديانا صحابة ركادين لها ابو بكر وعمر وعثمان وعلي انت لها الماش دليل صدحات دليل كالباد كتوسي وحوي احاديث بدون متواترة ايات عديس النبي انو هالمرضتك سلامي جري فعلا يقولا با إذا وحال وحن باري حديث كان حالة عارضة حالات مصوك ورد يدد كباب بضان أما مر لما قلوا يوكالي ساسا اللوجي هذا كان مرك قاركود مجرد وقوع الفعل بيتوستا لا تكرار كان كاستالما يلا هذا إيه سوء العلي فالصون ونغضي توستا وغالب كوي لكن مربا وعين قطا فعل كيكلي إنه مر دعايو كتوستا إذا مر لما قلوا ودك كفغايين اما لوو كسيب ان نبو دعاده بدي درتيد اما امدو بدن هدبو واساس مركا هدا ادم ميكروفون كو هادلينين سايكو بخات سو غشو عودكنا كور او قادين انت سكون باكو مقلي درفتا انكم مقلي با لا يابا هدا هدا نسود الاستغتنا ومرما انه قيل انه شاكو مشغول سن او صلاته المغرب وين محط ثمين وان نوغو علين هدانا وان مقلي ويني وأنه وصل دحين مركا دمبان ما لقيا بناكم مقال لكن الصوماليين وعوي إنك دمركم صلاتك قاعدة وبحناقة هيا وراح علينا نقص سانت نقص قاعدة ورحوا هاد قال لهم هرتوا بكل عدي هذا الكلام يفروا تاج هيا يا كب ضم به سانت وكل عين لها صومالي وربنيز ومتقان هل مربوك السلام هذا مش قل سواد مقل وهاي وتقال لهم تقال لك كب حي إن رجوك بعي وحكفوا ذا ها إنه سلام تكون نقوك علي أو ركادي مسوي كرر لك دجال بس كربه وعائل مقداد ابن الأسود الكندي في حديثه الطويل حديث كديرة قال وحول السحابك حديث كان بلانكو ختمه قال وحول السحابك أسكننا نرفع للنبي نبي حان أكريالي جري ومال أولي جري اللوت شده نصيبه ديفتي سؤ من اللبن عانه وقد ديفا انت يرى عانا نبغى اوتلقى لي يا انت ويل كشوبنا يا ملك رسول جرسان يا يرت حيوانات كان حولها غروجوغا ايسن او قادادين فيجيء من الليل صقد النبي ايمن جره بينه فيسلم وسلام جدتك تسليما سلام لا يوقد ان توسين نائما قف جيفه ويسمع ومقسين ويسمع مقشين اليقدانك كسوجدان مقلي سلام بو سلام جردتك روحك جيفه ان توسين كي سوچدان او مقليو فجاء النبي نبي هبينها بينها كما دين فسلم كما كان يصلي محمد وسلامي سيده هرام نو سلام جري رواه مسلم هذه قصه دهر كو شيغيو مسلم كو غاد دون قصه عجيبه وهي صحابي مقداد يا وحو يري مال بن مدينه نمد اني لبن الى صوت صاحبدي انا او غاجه بستيد دعسال وقت وحال نو ياهي مسألة كان كسر ضاد الناي، أفكر ما أننا كهاليني، صحابة النبي محمد بن استوسن سبحان إجناي، بل دب كان يدربه من مرتق قادات، وحنا قادان ويني والبتيسة هاي ستهدي، حلي يقول عروس بالقشرة، النبي محمد بن الدريه ماي، صلى الله عليه وسلم ده هو كان حريص بالناي، مقداده من الكينبو، أنا يلا بدي صاحب إلى سعوتي بنبو النكحي، قروي عايشو النجي. وحكى لما جري وحوي سدح الريوت أو إرمان أيام النبي وحدناي
inta wax kale laga helahay riyahan aan maallo intaad noo soo leystaan nin walba intiisa qurjuca ka siiyo afka ku qabsado. Idan riyahaasa yaa lagu kaleytamay kolba markay xiskadaan rima xisgataan hal mardii la leyso waa hunuu beryo weeye allahuma rib baxday atay waad garaysaa baylata. Intii buu ka hadlahaya wuxuu yidhi habeenka miqdaad habeen habeenaha ka mid a ayaan riyihii saddexdaa maallay aniyo saddex labadii wadaada kale nin walba intiisa shiikaha ku shubtay wax yaroo aan nabiga ugu talagalay ayaa meel u dhignay buu yidhi. Nabigu markuu hadhow cishaha soo tukaday ummadda soo salaama cashiro badan bixiyo soo dheelmado ayuu caanahaas afka ku dhufan jiray laba goor ka ban jiray. Nabigaa soo yardahay baa habeen habeenaha ka mid a markuu soo yardahay baanuwa gaajo seexan waayay buu yidhi. Shaydaan ba wuxuu ugu akhriyay buu nebi maxamed ansaar buu iska soo mari meelahaasuu tegi ansaar baa marti soori intaan nabigu bahay oma qabee aduu iska heenso waan kacay buu yidhi. Horta gaajan la seexan waayo hurdadii caali yarna waan qabay haddaan madaxa saartana lugahay banaanaan haddaan qaarka dambe saarana qaarka hore ay faydmi oo banaananay gaajo waata hurda la-aanna waata. Shaydaan wuxuu ugu qalqaaliyey nuxadyeeniyo nabigu intaan waxbay u tari mayse inuu meelaha wax ka soo helan waa laga yaabaa ya ansaar iyo dadkii aada u jeclaaye aduu iska heenso maxaa kugu dhacay. Shaydaan suu ii waday dhiilkii baan fayday buu intii baan iska heensaday markaan dibnahay ku hubsaday oon dhaaf oon caloosha ku hubsaday oo aanan soo celin karin yuu haddana waswaas shaydaan igu furay buu yidhi. Wuxuu yidhi way kugu dhammaata caawa weligaaba intaad noolayd dembiga ugu weynaad maanta gashay oo maxaan sameeyey. Nebi maxamed oo baahan ba hadda imanaya oo gaajaysan isagoo ordayu nabigu imanaya markuu yimaado wixii yaraad meel u dhigi jirteen buu nabigu fiirin markuu waayo wuu ku habaari doonaa kow caawa naar baa diyaar ku ah adduunna way kuu dhammaatay aakharana ma jirtu ku yidhi shaydaan anoo meelaan qabta garan la hurdana aysan jirin xaggana suga nabigu xilligu i habaari lahaa sugahay ila shaydaan baa iga dhaadhiciyey ayuu nabigu soo galay buu sidii buu noo salaamay fa sallama salaaman laa yuqidu naa'iman wayusmicu lyaqdaana ruuxa soo jeedana uu maqlo ayuu nabiguna salaamay. Kadib buu si tartiiba bakeerigii weelkii meesha wax lagu shubay buu nabigu fiiriyo weelku inuu maran yahay buu arkay. Nabigu weelka buu dur istaagay gacmaha kor u taagay ducu nabigu bilaabay wuxuu yidhi miqdaad bas waa hawshuu ibliis sheegahayey shaydaan sheegahayey hadday bilaabatay habaarkii. Markaasuu nabigu yidhi allaahuma acim man acamanii wasqi waasqi man saqaani allaahuma acim man acamana wasqi man saqaana. Wuxuu yidhi ilaahayow caawa ciddii wax naqsiiseena dheefisa dheefi ruuxii na waraabiya caana na siiyana ilaahu caana sii waan isnaba hayaa buu markaasuu nabigu inuu duceynayo habaarayde ood baa laga jiiday bu waan miirsaday macawistii ayad baan isku duubay bilaa waan la booday riyihii saddexdaa mid ka mid a inaan gowracan rabaa bu oo muxuu rabaa ducada nabi maxamed inuu qaatu doonaya saxaabigu nabigu ilaa wuxuu yihi allaahuma acim man acamana wasqi man saqaana waxaan rabaa caawa nabi maxamed inaan riyihiisa aan ka marti sooro rag rag dhalay bilaawi markaan la booday rida aaday ayaan dhiilka sii maray buu yidhi daboola dhiilka baan sii maray buu yidhi waaba dhiilkii caana buuxa waaba tif dhiilka waa buuxaa riyihi fiiri ri walba candhadeedii baaba dilaacaysa caana dartood. Wuu aamusay nabigu uma sheegin dhiilkii buu soo qaaday nabiguu siiyey mid kaleu qaaday riyo buu lisay asagaa isku qabtay hawshii marka la dhamay uu nabigu ogaaday inuu caana ka dhargay yuu qos la dhacay. Nabigu wuxuu moodahayaa in caano meelaha kale laga keenay isagoo meelaha ku ogaa uu soo qaaday waa barakaad min allaahi subxaanahu watacala mucjiza nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam. Markaan qosa la dhacay intaan taagnaan waayo qosalka dartii dhulkaan ku dhacay waan raftay buu markaasuu nabigu maxaa kugu dhacay haadii ixdaa sawaatika xumaantaadi qayb ka mid a caawa la soo baxday maxaa lasa ula qosaysaa wax ii sheeg nabi allow waxaan ku warrabo wixoo dhan buu oga sheekeeyey. Nabi maxamed wuu yaabay wuxuu yidhi war khayr allaha ku siiye waa mucjize iyo raxmad rabbigay ka timide maa ii sheegta aan wadaadaha toosiye wadaadihii labada ayaa jiifay
antuusiyo caana wax ka dhacbeen oo ummadda kalaba antuusin lahaa intaana dhammaysanin, maxaad igu sheegi weyday? ila markay baashu ay tahay barako ma dhammaato, laakiin lagama warqabo. Miqdaadu isagu awla isdaba mariyay unbaa ka warqabo, nabigu ma ogo. in la niyeystay baashu rabtaa, wuxuu uri labada saxaab intaan toosiyo ay noolaadaan ummaddan jiftana aan noolaatee, maxaa naxariista ilaah u qarsatay? qisadaha qisada lagu sheegayay fi xadiidi tawiil lagu leeyahay. marka maxaa lu shaahidka salaanta unbuu imaamka ka soo qaatay hadda. wallahu subxaanahu watacaala aclam. xilli kalaan ka hadli doonaa kitaabu salaam kan dhammeeya wixii dheeraadeeda arag markaasaan ka hadli doonaa. fushuq fushuqa la iga daayo cashirku caawa.